أنا حامل. ماني مصدقة، هذا أحلى خبر. بكرة منربيهم سوا. لا تفرحي كثير، أنا بدي نزل الولد. سمر لا تجني. غريب، بس ما تكوني بدك ياني أولاد. شايفة هالمرة ما عندك اعتراض بنوب. طبعاً هالمرة رح تولدي ابن عدنان بيك، بعدين هذا الولد هو ضمانتك، هو ضمان لحياتك كلها. بابا؟ عدنان؟ بابا حبيبي، الحمد لله على السلامة. أهلين عدنان بيك. أهلين فيكي. كيفك حبيبي؟ أنا منيح. ما انتبهت وقت إجيت. ما حبيت أزعجك، كنتي قاعدة مع أمك. وأنا كنت نازلة شقة على فيروز خانة. منيح، أنا طالع أرتاح. عدنان بيك؟ ما في تهرب. مرحبا، كيف صرتي؟ الحمد لله على السلامة. ما كنت ناوي تمرق علي مشان تطمن؟ حبيت أتركك ترتاحي. نحن كنا جايين نطمن عليكي. أهلا وسهلا لميس خانم، ليش حرمتيني طلتك اليوم؟ كنت مشغولة شوي. شو رأيك تطلع ترتاح؟ بدي أحكي تليفون ضروري وبعدين بطلع برتاح. طيب. من شوي عيطنا فوق كتير وكان صوتنا عالي، إن شاء الله ما نكون زعجناكي بصوتنا. حبيبتي ما سمعت شيء. ضايقنا سمر خانهم كتير. متضايقة منهم سمر؟ مزبوط. أنا آسفة، كنت غليظة كتير. وأنا سامحتك. هالولد هو ضمانتك، هو ضمان لحياتك كلها. الظاهر لازم من هلا اعود حالي لاتقبل هالشي. رح حاول. مبسوط كتير لاني قنعتك. بكرة منشوف إذا كنت غلطاني ولا لا يا سيد عدنان، لأني بعرف سمر منيح، هي ما رح تغير شي من حالها أكيد، لأنه أنا كل شي بيهمني بهالدنيا هو راحتها. وانت فتح عيونك شوي كمان، برأيك هالزواج ما صار بسرعة؟ فيك شي؟ لا ابدا. كانك متضايق من شي. لا، بشوفك وقت الغداء. طيب. يا الله شو مهضومة. كأنه طنوا أدنك. <أدنى
خبرتني العصفورة أنكن عم تحكوا علي. إجا بطل قصتنا، نهال خبرتنا عن مشاغبات طفولتك. نهال. مو كتير، بس شوية قصص عن مراهقتك. قبل ما تخبريهم عن قصصي اعتذرتي من سمار؟ اعتذرت منها وهي سامحتني. برأيي بلاها المعاتبة وخلونا ننسى القصة كلها. ليش عم تزعل بنتي منك؟ باين إنه مراهقتك ما خلصت. برأيي رح يضل يراهق لحتى يتزوج. الله يسامحك. غلطاني شي؟ لا أبدا. أنا طالعة أشوف عدنان، بلكي بيكون خلص تليفونه. اليوم ما بتروحوا قبل ما نتعشى سوا؟ نهاد بده مر ياخذني، ما بعرف بعدها إذا. خلوكن اليوم هون، نتعشى كلنا سوا وبنسهر مع فيروز خانم. إيه حبيبتي؟ بركي منسمع شغلات منحتفل فيها. مثل شو؟ ما بعرف، هيك تهيئ لي. وأنا كنت عم أقول إنك قاعد بالمكتب وعندك شغل. هلأ طلعت، أنا رح أتدوش ما بطول. عدنان، ليش عم تتهرب مني؟ لا، ليش بدي أهرب؟ بعدين بتتدوش، بالأول لازم نحكي. بيصير، أحكي. عم اسمعك. كان لازم قلك أول واحد قبل بيسان وماما، بس أنت سمعت مو هيك؟ ما بتقدر تخبي عني. قلت بلا ما أنزعل مفاجأة، أنت حامل؟ أي نعم. فرحتيني. من قلبك؟ أي طبعاً، بس استغربت. وأنا كمان. الظاهر صار اللي صار وقت كنا بالساحل وقت شهر العسل، ما عملت حسابي لهي القصة. مفاجأة حلوة. أنا ما عندي اعتراض، بس أنا عندي اعتراض. أنا عم فكر إنه الوقت مو مناسب حتى نفكر بهي الخطوة. ليش؟ نحن بالأساس عنا ولدين، مو هيك؟ هيك لسه منا جاهزين حبيبي، لسه ما فهمنا شي من زواجنا. لهلأ ما قدرنا نخلي ماما تقتنع انه هذا الزواج زواج حب. بعرف انك سمعت يلي قالته. سمعت. ان شاء الله ما تكون اخد فيه. مانا مضطرين ابدا نثبت شي لحدا. مستحيل يكون الطفل ضمانة لحبنا. أنا بحبك كتير، بس لسه الوقت مو مناسب مشان البيبي. أنا هيك حاسة. شو رأيك؟ لسه الأولاد ما تعودوا علي منيح وهلأ فعلاً بلا ما نفتح جبهة جديدة. ما معي حق؟ معك حق، بس بلا ما نتسرع بهيك قرار حبيبتي. خلينا نتروق أحسن، خلينا ناخد وقتنا. بلكي بيصير تطورات حلوة
يمكن الأولاد ينبسطوا. ما حدا منا بيعرف شو مخبيت له الأيام. خلينا نأجل الموضوع كم يوم. بس إذا بتريد بلا ما يعرفوا الأولاد. طيب مثل ما بدك. هاد؟ معقول مراد؟ بدنا نسمع بريتني سبيرس على العشاء؟ شوفي عم نسمعها نحن مبسوطين. هاد؟ لسه ما شفت البيت. نهاد شافوه بس أنا لسه ما شفته. بس منتظرين منك جواب حتى يبلشوا. تمام نهاد، خلينا نجتمع سوا ونقيم الموضوع وبعدين بنفكر شو بنساوي. شهرين؟ آه مو باقي كتير. الشهر الجاي بحب أخذكم معي لورشة شغلنا بأذربيجان. العمار رح بيكون متقدم بشكل جدي، رح تنبسطوا من الشغل. طبعا بجي معك لكم يوم، بلكي سمر كمان بتحب تجي معنا. يا ريت والله. هذا ولا هاد؟ برأيي حطي جاز. تمام. مراد لا تخربت السيديات حبيبي، أنا رتبت كل شيء بمكانه. هلأ برتبهم. خبرتي عدنان بالموضوع؟ شو قال؟ إن شاء الله حديثكم يكون مشوق أكتر. بتموت إذا ما عرفت مثل النسوان. كأنه اليوم اتدخلتي فيني زيادة عن اللزوم وأنا ساكت. الوقت عم يمر مو لصالحنا. صحيح معك حق، الحمل لابق لك كتير. شكراً كتير. من زمان كنتي نحيفة كتير، كان وضامك بنعدو. هلأ اسمنتي بيّن وشك الحلو شوي. شوي بيهاجمني وشوي بيجاملني، شو هالأسلوب هاد؟ أنت ما بتجاملي، بتهاجمي وبس. خلصونا بقى، خلونا نقعد على الطاولة. يلا بيسان، عجبتكم الموسيقى؟ منيحة، دوبك توصلي على الطاولة، شاحنة تقيلة. بلا غلاظة. طيب تمام تمام، تعي حبيبي. حكي لك شي كلمة مع مهند. أنا ما حكيت شي، سمر اللي حكيت. حل عن المخلوقة، لا تردي عليه. على مهلك. حطي موسيقى ترحيب لفيروز خانو. أهلا وسهلا. كاتيا روحي أنتي تعشي. الانتظار كان مستاهل، طالع حلو كتير. جهزت لك هون لإلك ماما، ما حطيت كرسي. رح أقعد على راس الطاولة ولا رح شوف حالي؟ أعطتك محلة مشان تعرفي قيمتها. بعرفها منيح. وضعك منيح الحمد لله. شكرا، وبعد كم يوم رح كون أفضل. في شي بتحبوا ساعدكم فيه؟ لا. بعده وصل الأكل. يلا نشوف. بشير ما بقيان صودا بالبراد، روح جبنا. تكرمي. واسمنك رايح يا ابني، قيم هالأناني الفاضية وحطهم على جنب، بكرة أنت وطالع بالزتهم برا. ماشي. أنا رح غير جولة بين ما يجهز الأكل. جميلة شبنا، يلا طلعي هدول لفوق. يعطيك العافية. الله يعافيكي. بتحب ساعدك؟ لا. كأنه ما بتحب تحكي؟ ما بعرف أنا هيك. عم أسحب الكلمة من تمك سحب. والبقية كمان ما عم يحكوا معي، أنا كتير عم مل هون وعم دور على رفيق. ليش عم تلاقي وقت تملي فيه؟ فيروز خانو ما عم تتركك ولا دقيقة تفارقية. بهي معك حق. لوين؟ عندي شغلة.
هاتي عنك. خليني احملهم عنك. ليش مانك حاطط محبس؟ محبس شو؟ محبس خطبه. وليش بدي البسه؟ ليش مانك خاطب؟ لا. بشير يلا، ماما عم تستنى. من وين خطر لك هالشي؟ ما بعرف. ولد غبي. مين؟ في أناني كتير، لميتهم كلياتهم. يلا جميلة، طلعي هدول لفوق، يلا بسرعة يلا. يلا أنت كلي لك شي لقمة، نحن رح ناكل بعد ما يخلصوا. بشير اسكب لك إلك كمان؟ تسلمي، أنا لسه عندي شغل. إذا بيسان عجبها البيت بكرة فوراً رح ناخده، الفرش هلأ مانو مهم. البيبي رح يخلق بالبيت الجديد شي حلو إن شاء الله. نحن نجي لنشوفه. ما بتعرف، يمكن ما يصير في داعي تطلعوا برات البيت مشان تشوفوا البيبي. هي حابة تقول إنه بيسان ونهاد رح يجيبوا البيبي لهون. فكرة حلوة، ننبسط كتير. وجود الطفل بالبيت حلو كتير. الطفل بيجمع العيلة مع بعض، ضمان القدام. مثل ما قلتي تمام، ضمانة للحياة. ضمانة للسعادة كمان. مرتاحين لوقت الحلو. يلا عجلوا بأكلكم شوي. بشير تعال لهون، الظاهر أنا أخذت لك مكانك. خلص قعدت هون. إذا شبعتي أنتي صحة وعافية، خدي حلو من البراد. ما باكل حلو، أنا بحافظ على وزني، ما بحب أنزع شكل جسمي. إذا نادت لي فيروز خانم أنا بغرفتي. قديش بتطقق هالمرة؟ شش، خلصي أكلك يلا. بكرة المزاد مو هيك؟ إيه بس أنا مو جاي على بالي روح، بيكونوا المصورين أكتر من المشاركين هنيك. بس واحدة منكن لازم تكون هنيك. خلص أنا بروح. إن شاء الله تكون النتيجة مثل ما أنا متوقعين، مشان أسس حياة جديدة لنفسي. برأيي لا يروح خيالك لبعيد ماما، ما منعرف شو رح يصير بكرة. ماني حابة تقل عليكن أكتر من اللازم، بس اتحسن رح ركز أموري لحالي. فيكي تبقي قد ما بتحبي. هذا لطف منك. أنا آسف، كنت مفكره على الصامت. مين عم بيتصل؟ ما بعرف. ألو؟ نعم أنا. مين؟ إيه تفضلوا. يا تمام، فهمت. بشكركم على اتصالكم، تصبحوا على خير. عمك توفى؟ العمر لك يا حرام. العمر لكم. العمر لكم. مو هذا عمك اللي بمرسين؟ عمك الحقيقي يلي ما شفته. ما كنا قراب لبعض أساسا، ما كنا قراب بنوم. بكرة لازم نروح على جنازة يا مهند. منروح مع بعضنا. طيب منروح مثل ما بدك. أنا ما بقدر أتحمل مسؤولية أي حدا بيعيش عندي يا عدنان، وخاصة ولد صغير. أولاً أنا ما بحب الأولاد، وثانياً ما عندي عيلة وما بحب يكون عندي التزامات، لذلك لا تجوزت ولا التزمت.
أنا ما بقدر خلي مهند عندي. أنت عمه والمسؤول عنه، إذا ما بدك الولد أنا رح أخده، باخده بربيه ببيتي، وأصلاً أنا حابب أخده وعهد علي ربيه مثل ابني. أخده معناها بتكسب ثوابه. لا تواخذني إذا عم بحكي بهالطريقة، أنا عصبي وخاف إني زعله كتير. والله أنا ما فيني ربي. معناها ما في مشكلة، من هلأ ورايح مهند رح يعيش عندي ورح يصير ولد من ولادي. عم تحاول تخبي حزنك بس واضح. فضي قلبك، لا تكابر على حالك. أنا خسرت عمي بعد ما توفى بابا يا نهال. زعلان على الحظ يلي إلي. نحن موجودين وأنا جنبك. معناها الله بيحبني. يلا خلينا نفوت هلا بتبرتي. بالأول اضحك. اضحك منيح مشان ارتاح. يلا يا مجنوني أنا جمدت. ليش كنت هادي الليلة؟ ما بعرف، كنت هادي؟ إيه؟ ممكن لأني طول السهرة كنت عم بسمع حديثكم أنت ومهند. شو هالحكي هاد المال وطعمي؟ عم تعطيه وش زيادة. الشاب مات عمه، كنت عم باخد بخاطره واسي. شو فيها يعني؟ خبر الوفاة اجى بنهاية العشاء يا بيسان، انتو طول السهرة عم تتسايروا. نهاد لو سمحت بلا كلام فاضي. ماشي، انا عم بحكي حكي فاضي. انا بتحسس من هالشغلة، عم حاول اتصرف بشكل طبيعي بس زودتيها. ما دام مضطرين انه نتقابل مع بعض فرجاء انتبهي شوي على تصرفاتك، رجاء. ماشي حبيبي، أنا آسفة لأني أزعجتك. كان يوم صعب علينا كتير. أكيد، تصبحي على خير. تصبحي على خير. عدنان بيك، على الأغلب اليوم تكونوا فهمتوني غلط. بأي موضوع؟ يعني يمكن كلامي انفهم غلط. بما أنه سمر ما كانت قادرة تقرر بموضوع الخلفة كنت عم حاول شجعها شوي. مو مهم فيروز خانم، ومو مستاهل إنه نحكي بالموضوع. وأنا هذا اللي عم أقوله. طيب تصبحوا على خير. يلا كاتيا. وأنت لازم تنام حبيبي، بكرة عنكم سفرة من بكير. مزبوط. هلأ ناموا الأولاد. ومهند فات على غرفته وما طلع منها أبدا. ماشي، تصبحي على خير. وانتو من أهله؟ تصبحي على خير. عدنان، كنت عم فكر آخذ موعد من الدكتور. خليني حل الموضوع وانهي القصة. انت ليش كثير مستعجلة؟ يعني شو رح نستفيد اذا ضيعنا الوقت؟
إذا كان هذا قرارنا لازم نكون سوا. طيب إمتى رح ترجعوا؟ المساء إن شاء الله بنكون بالبيت. بنحكي بعدين ماشي؟ وإنتي على الأقل بتفكري بهاليوم، لا تستعجلي. أمرك. طريت الصبح، العمر إلك مهند بيك. يسلم عمرك. تروحوا وترجعوا بالسلامة. مسا بشوفك. مع السلامة. بخاطركم. الله معكم. تروحوا وترجعوا بالسلامة يا بيك. تشربي لك فنجان قهوة لم يسخانه. ماشي. أهلا وسهلا. شكرا. سافروا؟ ايه. يسلموا كاتيا، اطلعي شوي. ما قدرنا نحكي شو صار. من لما اجت خربطت كل الامور هاد يلي صار، سمع كل يلي قلتيه. ما سالتي ليش كان عم يتنصت علينا؟ انا حكيت مشان مصلحتك. شو قررتوا؟ ما رح خلي. انا خايفه انك تندمي. لا تضيعي هالفرصه من ايدك. يعني لساتك مصره؟ خلص خلص ما رح احكي شيء. ايه بيسان. استاجرنا البيت سمر. اه استاجرتوا؟ مستأجرينه؟ انبسطت كتير لأنه عجبك. يعني كتبتوا العقد؟ نهاد هلأ عم بينسي. بعتقد اليوم بيعملوا العقد مع المحامي تبعنا. ألف مبروك حبيبتي. لو تشوفي نهاد رح يطير من الفرح. اتصلي فيي ماشي؟ بيسان بدك يعني إجي لعندك؟ لا تيجي حبيبتي، ما في داعي. ماشي حبيبتي، سلميلي على نهاد كتير. شوفك. باي باي. شكرا كثير. ماشي. عن جد حبيتي؟ أكيد، وحابة أعيش فيه اليوم قبل بكرة. ممتاز. جميلة بشير إمتى بيرجع؟ هلأ بيرجع، ليش شو بدك منه؟ تعطيني رقم تليفونه؟ ليش بقى؟ بدي يشتري لي غرض بطريقه، لا تخافي ما رح حاكي لطحنك. أنت شو قصدك فهميني؟ أنت ليش بيرجد صوتك كل ما بتجي سيرة بشير؟ لا تكوني بتحبيه؟ بعد إيدك. عم بتقولي لي خطيبي؟ شاب ما عنده علم بأي شيء. إيه هلأ فهمت، كنت عم بتجاكريني بهذا الحكي؟ إيه تعي لهون. طبي فنجانك لشوف لك يا دخيلك ما بدي. انت وحده مو رفايه. انا مرشيك. شوفي شو صار. بدي اعلمك كيف الادب. تركيني مشدوده من هون. روحي من هذا البيت. العمه بتحشر حالك بكل شيء بقى. بعد عادي. جميله خلص جميله تركيها. الله يرضى عليك. جميله تركيها يا بنتي. والله اقص لسانك. والله انا بورشيكي. شوفي هون
جميلة أنت على المطبخ. يلا امشي كاتيا، ضبي لسانك وقصري الشربة. امشي قدامي امشي. هدول كلهم مجانين وخاصة هالفصعونة. قلت لك بكفي، عن جد لسانك طويل. ضربتني مثل المجنونة، ما بعرف شو صار. ما بدهن يانا هون يا خانو. آسفة بس هالإهانة مو بس إلي وإلك كمان. هدول قليلين أدب وناقصن ترباية. شوفي طلعي على وشها، كلهم هاجمين عليها. شوفي كاتيا، والله من لما أجيت على هالبيت حاسة إنهم بيكرهونا يا سمر خانو. كانوا عم يحكوا علينا، ولما قلت لهم عيب لا تحكوا هيك بلشوا يضربوني. سمعانتن وهنن عم يحكوا علينا بالعاطل. مو بس نحنا، حتى أنتي يا عبشوم. هدول بدهم واحد يحط لهم حد يا سمر. ولميس خانم كانت معهم. ماشي خلصنا. كيف تعملي هيك جميلة؟ شو يلي عملتي انتي هلا؟ انتي محاسة فيني يا لميس خانم، ما بتعرفي قد شي عم تغيظني، صارت اخلاقي بروس مناخيري. ماشي خلص اهدي لشوف. خلص ما عاد فيني اتحمل. خلص خلص. خلص حاش تبكي بقى. من فترة وأنا حاسة إنه عم يصير شي بهذا البيت. سمر خانو، ما بدي أسمع ولا كلمة منك. جميلة فورا بتضب أغراضك وبتعدي عند سهيلة. إذا بتسمحي لي. ما سمحت لك. من هلأ ورايح هذا النظام هون. كاتيا، جميلة هلأ رح تترك لك الغرفة. أمرك يا خانو. ومن هلأ ورايح ممنوع تتكرر هالمسخرة، وانت طلعي معي لفوق. يا ريت تنتبهي على تصرفاتك منيح لميس خانوم. اختاري يا تكوني معي اللي تحت او معي اللي فوق. اخر فرد من الخزندار، انا المنقذ هلا. عمك في عنده بيت صغير ويمكن قطعة أرض. بعتبر حالي صرت غني يعني؟ ممكن تضطر تبقى يوم تاني مش على الإجراءات. بعطي وكالة للمحامي، ماني ناوي إني بقى. وأنا كمان غيرت الوصية تبعي، جددت التأمين على حياتي. شو خطر عبالك؟ الحياة، لازم فكر بكل خطوة. لا أنت ولا الأولاد ولا سمر حابب حطكم موقف صعب. عمو رجاء خلينا نسكر على هذا الموضوع. رح اقول لك شي حلو، سمر حامل. ألف مبروك. بس سمر ضايعة، بدها تنزل الولد وما بعرف ليش. وانت شو رأيك؟ كانت شغلة مفاجئة الحقيقة. اتنيناتنا تفاجأنا. دير بالك الولاد لسه ما بيعرفوا. هلأ فهمت.
أهلا وسهلا. أهلا فيكي لميس خانم؟ يمكن طلعت تتمشى شوي. بس إنعام خانم إجت، هي عند ماما. أهلا وسهلا عمتي. أهلين حبيبي، أهلين. أهلا وسهلا عمتي. حبيبتي. شو أنا ما حدا انتكش فيني؟ مرحبا، كيف صرتي؟ منيحة شكرا إلك. بابا حكى معك شي؟ اتصل فيني قبل ما يبلشوا بالدفن، قال أكيد رح يرجع المساء. منيح. أختي رح تعمل حفلة بيانو لكل المدرسة. عن جد ممتاز. نهار زي أكيل، حفلة بيانو بالقاعة الكبيرة. برافو. اليوم ندهلي معاون المدير لعنده، قال لي جهزي حالك مشان الشهر الجاي رح تقدمي حفلة لوحدك بالمدرسة. ممتاز. أنا ما سمعتك عم تعزفي على البيانو، إن شاء الله بصير أقدر أمشي وبحضر الحفلة. لا تخافي، اليوم تعملنا حفلة صغيرة وهيك بتكون عملت بروفا. بصير. أنا لازم خبر لميس خانو مشان تجي بسرعة. مسكر. مرحبا. خلصت كل شغلك؟ طول النهار كنت بالورشة، ضليت فوق راس المصلح وبعدين جبت الأولاد وأجيت. منيح. ما قصرت. خدي هذا السي دي اللي طلبتي، اشتريت لك إياه. يسلموا. شو صاير لكم؟ كأنه بكيانة؟ كاتيا وجميلة تخانقوا هلأ وقامت الدنيا وما قعدت. خلص بابا لا تبلش مشان الله. جميلة يلا بنتي خدي هدول، خدي الشاي والقهوة لفوق يلا. أنا مو حابة أطلع لفوق. لكان مين بده يطلع؟ ييه. أنا اللي رح أختار المعزوفات، وأنا مو خايفة أوقف على المسرح، بس لهلأ مو عرفانة شو بدي أختار معزوفات. لميس خانو وراكي، معناتها أكيد رح تنجحي. شو رح تلبسي؟ ما بعرف. خليكي أنيقة، كل العيون رح تكون عليكي 10/10، ديري بالك. ما بعرف، حاسة كتير متلبكة. يا حبيبي، هلأ هي معقول تعمل هيك حفلة؟ لا تقول هي، عيب مراد. شو بقلك؟ مراد؟ ماشي أنا آسف. يلا طلعوا لفوق هلأ، خلوا فيروز خانهم ترتاح. خليهم قاعدين بترجاكي، مالي متضايقة منهم أبدا. يلا عمتي وانتي كمان تعالي معنا كمان لفوق. المرة الماضية لما أجيتي ما شفتي غرفتي. ايه تكرم عينك، رح أطلع. رجع ما رح طول. يلا. على كلين هي شغلة الحفلة بتشغلها للخانم الصغيرة لفترة، بتريحي راسك. بيسان عم تتصل. ها وأخيراً؟ بيسان حبيبتي. المزاد هلأ بلش. كيف الوضع؟ ما في كتير ناس سمر. ما بعتقد يصير بيع. هيك لكان. مثل ما توقعنا صالي مليانة بصحفيين. حتى جماعة المزاد نحطوا موقف محرج كتير. والله خجلانة. ما في حدا بده غراض قصر مالك بيك. إذا انباعوا بسعر الافتتاح بيمشي الحال. معقولة هيك يعني؟ مع الأسف. قلت لحالي بخبرك. ليكي أنا راجع على الصالة. طيب حبيبتي رجعي اتصلي فيني ناطرتك. شو قالت؟ مو كتير منيح. مثل ما قلت لك المسا لازم تقبلي بهذا الشي ماما، لا تتوقعي يجيك مبلغ كبير. شو هالحظ؟ هلأ شو رح أعمل أنا؟ كيف رح أوقف على رجلي؟ شو رح يصير فيني يا ربي؟ يا رب رح أعيش حياتي كلها وأنا عم أتعذب. ما بقى في شي لا قدامي ولا وراي. ماما رجاءً. كيف صار فيني هيك يا ربي؟ شو رح أعمل؟ لوين بدي روح؟ لا تحكي هيك، شو رح نتركك بالشارع؟ ما رح خليكي لوحدك بهذا الوضع، أكيد بنلاقي شي حل. لا تبكي. سنيني كلها حطيتها بالمزاد، تعبي وشقى عمري وذكرياتي، وكأنه هالشي مو صعب علي. والله صعب كل هالشي وما عم يجيبوا أي شي. فرهنا أعدائنا وشمتناهم فينا، كيف رح أعيش أنا يا ربي؟ ماما لو الله ياخد أمانته. طلعي. كنت خلصت من كل شي. يا ربي خد أمانتك، هي مو عيشة. يا ربي لو موت، يا ريت لو موت.
لو متت وما عشت لشوفها اليوم. شو رأيك؟ كثير حلوة مو هيك؟ ايه يلا كول الكعكة. هي لسه ما شفتيها. لميس خانم اجى شوفي. اوه شو رأيك؟ ماما خليكي قوية وحاج تبكي. ماشي حبيبتي ماشي. شو صار معك؟ فضوا لك الغرفة؟ لا والله يا خانم لسه ما فضوها. ليش عم يمطبطوا بالقصة؟ ما رح يفضوها، وأنا ما سألتهم من شان ما يخجلوني لأنهم مو ناويين. سمار كأنه كلمتك مو ماشي هون، ليش هيك عم يتصرفوا الخدم معك؟ شو هالحكي؟ هلأ بقلن وبيفضوها فوراً. طيب ليش ما عملوا هالشي وقت ما قلتي لهم؟ بتقدري تفهميني شو عم يستنوا؟ معقول ما بتقدري تفرضي كلامك على شوية خدم؟ بعدين لازم يعرفوا أنه أنت خانم هذا البيت. ما بعرف بس أنا هيك حسيت، هنن يا كتير ملعبين يا أما كتير فوضويين. برأيي لازم تنتبهي منهم أحسن ما يوجعوا لك راسك وتندمي بعدها كتير. وين كنتي؟ تأخرتي كتير. رحت أتمشى شوي، حكيت معك كتير وتليفونك مسكر، ما ضل عندي صبر استناكي. شوفي بدي أقدم حفلة بالمدرسة. آه خبر حلو كتير. لازم نبلش بالتدريب من اليوم، ضروري تجهزيني منيح مشان أقدم شي حلو. هاي المرة رح تضل قاعدة فوق روسنا، هي وكاتي خانم رح يضلوا يتحكموا فينا، كل وحدة مننا عاملة علينا خانم. وإذا حدا لمسها أوه بتتوجع مثل الولد الصغير، معقول ما بتخجل وهي عاملة حالة مسكينة؟ كاريتها ما قامت منها كان أحسن إلنا، قاعدة عم تتأمر علينا على كيفها، وفوق كل هذا بتبكي، وكمان خايفة على مكياجها ينتزع. منافقة يا قليلة الأدب. ولك أنت كيف بتتجرأي تحكي هذا الحكي؟ قليلي لأشوف من المنافقة. احكي بوشي سمر خان. خلاص أنت ما عاد تخجلوا على حالكم، شوية ختم بدكم تتمردوا؟ شو هالجرأة وهالوقاحة؟ أنتم مين مفكرين حالكم؟ كبر راسك لأني ما قلعتك وقت سرقتي الحلق، وفوقها كذبتي اتهمتي لزلمة بالقصة وما حكينا، لأني دفعت عنك عم تطعنيني بظهري؟ يلي عم تتفزك ما شافت عمايلها السودا، بس انا ما عاد سامحكم بنوب اللي عم تعملوه خيانه. انتو ما بتستحقوا هذا الشغل ولا هذا البيت ولا هاي العيله. يلا نلوم من بيتي، مفهوم؟